الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اقرأ مركل ويري وإن هذا حق رسالة أما معلمات أهاو أما مدوح برطة أهاو أما هو يقول جورة أهاو مرهدات راهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مسلم أعطهي وحالها ربا إن هذا وحق رسالة وحنا قرتيد قصوة دي بدر أبوه الرئيسي مركي لقف صدي قال هذا وغير قريش أي جبان قال العقا يسكو فرتان قال رحبا يسكو فرتان كل كلام حالة ده منكي وحي قانا سيوح لغا قرو وحنا اللغا أخريو حبرة ضدك ماشا سيبتاكين سيدة دانا مركات مسلم تهيد أيضا أنت على ذهب وحات سيد أرتا هاي مركان معلمات تهيد إنا تهيد جند من جنود الله أسكرت إلهي أسكري أن هب وضني محمد قال قال مركا قبل مسلمات هيد محاكو هبا محو يا هب كاكي معلمات أرتا هاي هب كاكي محاوة ما ينابون واد أركتي قول مركا جوكتي هذا وحكالين أيسي وحد أباهن طهي هب أضحكو كاريسة صومة تبكي أما قاس هذا مرحولها أهاتو ديكسي سكينتي قادة دي وحلقو وراقاية ماشي أكو جرجريسي إيا وحي أد كارين لحيد فذلك لأنا وحن تسمي تالكس أغسو قاتي آد سخيف كأهرالي نيقع هذا إن أن مليار إذا كتو سواح هذا معلمات هاي هذا أهوب كي هذا وذنين أولا محيطة هوب أوريا قناة قادة اللي بهاي إنا عادقي وحبرته ساوحي أقول باللحيد علمي كليا ما هنا هذا ابتنا مغاهلو هذا بالإسلامي والصحيح عين مغاهلو حقيت كهريسا وحد كهريسا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن إلهي سبحانه وتعالى مع إنك لقى على خلق العظيم رسولك الأولى مارك الرسول كيسال ويري خذ وذي سراع ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاه عنه فانتهوا إن أد لإماتت برشا كتابك إلهي يقول لك إنكيسي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام إنت مارك التي مادت محاك رتب مايا مارك waxaa ka tirtay ratib maayo markii aad wax baratid oo cilmiga aad la imaatid arima badana laga helay awalan raxmada ilaahi subhanahu wa ta'ala oo markaad quraanka maalin kasta akhrisid ogow shaydaanku waa ka fogaanaya malaa'ikta ilaahi waa ku hareereynaysa maxaa kale intood ka helaysa waxaad ka helaysa waxaad kala ogaanaysa maxaa xalaal ah maxaa xaraam ah ilmiga markaa baratid maxaa kalood ogaanaysa waxaad ogaanaysaa ilaahay jalaalnimadiisa lianna aayad walba ood akhrisid mararka qaarkood qur'aanka shalay aad akhrisid maanta haddaa akhrisid aayaddaas waa kul cusub tahay lianna fahamkeenna aad u yar maalin walba waxbaa noo siyaadaayo cimriga noo siyaadaayo caqligiisu ayuu leeyahay miisaankiisuu leeyahay waxaa kaloo laga rabaa qofka inuu ihtimaam gaar ah siiyo luqad qawaacida jirta marka in qawaacid awalan qaacidada ugu horeysa waxay tahay inuu qofka waxa soo niri qaacidada koow oo baranayo waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka tan labaad ana labadaas markaa baranaysid umigiyo kale adigu korka kaba marays garaynine qor akhri u fiirso xadiis ama aayad markaad qortid markaad akhrisanaysid kor maskaxdaada waxa ugu dhagayaa sidii shay kale waxa iska akhrisado waa atid waa laga fiican yahay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu markuu ka hadlay cilmigan wuxuu yiri kunaana akhud 10 ayat la natajawasa hatta nahtad biha wa na'mal biha
أفر شيء وشيء ما دا في جرنا وطبعاً كسائر إلى أن حفظنا ما كي حفظيان وعمل فلان وتطبيقيان أي مرتدك وشيء يعني دتك برا أنا وقواعد اسمها هنا من بقرة إلى ناسا مقانا قاركين حتى مررت ولا أدري أي كتح مركا قوانا مسلمات داعا وحالو باهنيا إني اسكو قرحيصو علمي قرحينت علمي أنا وحا كينا وكسا إذايا أولا آذاب إسلامك رسولك عليه الصلاة والسلام مركو ميلها فنيين قبلي صحابيات كابركا ميلها فنيين ميي قصل قصل لدير ميي لهاي وما لا يعني يكون هذا الجرين معلمات مركا تهدي بقطواتها كورا مركا عداد حنجه انت قاعده جلاسك دخلسي ادمانتو دش اش اش كسي ليسي كيرانا كثير اساس اي كو فيرنس هذا ادغي معنى هذا لو عن مناسب هين اد كو هدليسي كيرام حقوق معنى كقاعده لان الاسلام هو تربيه والتعليم وتطبيق وحي آت شيغيسي هدابا أذيغا لما تقولون ما لا تفعلون أخو قبان إسو مركا وإن هالإسهو بيسا سيدي أسكاريجي عن صو شيغني أو لوباهنا وحا لوباهن يهي مركا محاسو نري كتاب إسو ندي نكابرا نيسي وإن هالفقه غودين عبرتا فقه غمحو يا مركا وفهم أنا بفقه كتب هذا وحاولنا قال إمام الشافعي إمام حنبلي إمام ورت أولا من يريد الله به خير يفقه في الدين شافعي إنسان أذوق لينطاه آخر الله كسيه برضو أنا غفي أنا إمامه معنا سبحان الله أنا يصاي إلى معها إمام أحمد بحنبلي لكن يا إمام مالك إمام أبو حنيفة صوّد هذا كله تخلقوا بأخلاق الإسلام شاف إلهي سبحانه وتعالى أود أوسي وحي مركو بنجح كان مركو أخرنا كان كلو دبول الجري لأنه وحو لها أود ممرايسي تنقو وين أيو لها لبدا يسكو حفدين جري مركاس وعلى دبولا يا كان وطومر حوضاء كدبعي أنا قبي قديرا ووكيع وشيغاي ودعووناي معلن كيسنا محو كل دردار ترك المعاصي إذن وحنا لو جبهاي هاي أولا وآخرا إن تبتغنا معاصي وحي إلهي سبحانه وتعالى لأن قف عاصئة علمي ليس منفع ما يش مهما حفظي أمهات الستة مهما حفظي كتابك علوم القرآن وذل ما كرهت إن الإلهي أم قلنا الطبوة ما أنتو حلقي يا بعض كبدا أما معلن أما قف ولالك هداك وتراد اتقوا الله مشؤوا معنا رحمتك دريمي لها إلهي أنقل لها وحناقا ما حد يلا ذا اتق الله ما حان هلين نسان كلهم كسارة دال عبكورة عنا يا قفك اتق الله آتر أصحابنا اتق الله ولك اللي قرير الجر واسبتش الجر مركا ويلي وحان كل احجران سي قبل سهوبة اللهيت إدمي إنان قالوا باهاية مركا المعلمة تهيد إيا مركا مسلمة تهيد تكينا عشو فضيت كإنان اسكدافن محيطها مركا علومة إسلام كمركا مبارنو إن آن حسل قالوا باهاية إن هذا وحو الباء آدم كبودين آدم مناقشة آدم أدير سنين قصيرة معنا يا مر مساجد أنا ما لهاس الدنيا ذا مرايو عن كلا كل مين إسلام ما شاء الله عاد ويلوا ده كان فقه برتاي هاي لكن إن وأصغر تصوم على ذا هذا إسلام وين أركانه تصبح وضتس أنا كلمة الصوفية اللي يرهذا لكن وحي يتقف فقه عاد التقليدي مسجد وحي صار شيء بعد العصر تحية المسجد استأكت قبل يروح القصيدة هو سوتر
حبت كيكستا قعنت كسرت بعتر عصر قداش السنة لما دوك هذا إسلامتي ما شاء الله وحنيا بعد مئنان كذي يو سيدا معنا ميزان أقول هيت بعتر هاي واي هاي بل إمامك محراب كان نور دحية بل أنت إمامك وعد ويدي إن بعد العصر دوكان كرو تحية المسجد لأن قف قبل إذا يرتع وحيسوا قادتي حديثت وحي جوكتا قالوا سكن ماله وحي جوكتا بعد العصر لما دوكان كرو واي هيتر هو واي تري واي شيخ يا أقرع دي شيخ وحيت أريد أسكور مكاسور وبرك إلهي تعصد ومدد أضافة ويدكان كرتا معنا تحية المسجد بعد العصر معنا محيسة ميسي قبدي ما إيسان قجلني ماذا حين تكسر تيتيري وكفر حسنة هاي إن عاد حديث تبارتي لكن فقه القدر